رسميا وزارة التربية والتعليم تقرر إلغاء نظام الأوبن بوك لطلاب أولى وتانية وثالثة ثانوي. في الفيديو ده هتعرف كل التفاصيل ليه اتلغى الأوبن بوك، وهل في احتمالات لعودته مرة تانية بعد مناقشات ومداولات من أولياء الأمور. ده اللي هنعرفه في الفيديو، ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. طبعا تابعنا في اللحظات الأخيرة خلال الأسبوع اللي فات طبعا ثورة أولياء الأمور على جروب الواتس اب اللي خاص بوزير التربيه والتعليم. ولو انت ما كنتش متابعت اديني بقول لك اللي حصل، ان حصلت ثوره بسبب زياده مصاريف الكتب واستمرارها زي ما هي، وان كمان هم مش قادرين يتحصل على الكتب دي، تمام. فالوزير وضح قال احنا السنه دي خلاص مش هنطبع كتب نهائي وهنعتمد على التابلت، واحنا وجهنا المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ان الامتحانات السنه دي هتكون على التابلت. طيب يا سيادة الوزير، طبعا رد عليه في جروب الواتساب، يا سيادة الوزير انت قلت الامتحانات على التابلت بس قلت الطلاب هيستعينوا بالكتاب المدرسي، واحنا مش قادرين نتوصل للكتاب المدرسي وبنضطر نروح اماكن ونشتريه بفلوس كتيرة جدا جدا جدا. رد سيادة الوزير على الجروب برضو نفسه وقال خلاص احنا خدنا قرار بالغاء نظام الاوبن بوك، يعني مش هيبقى فيه الكتاب المدرسي مع الطالب، ووفرنا الكتاب المدرسي ده هيكون على التابلت. يعني انت دلوقتي هتضطر تكسب الشاشة بتاعت التابلت، نصها هيكون للامتحان اللي انت بتمتحن فيه، والنص التاني انت هتبحث عن المعلومات والحاجات اللي انت عايزها من الكتاب المدرسي اللي هي هتخصك. طبعا دي كانت تصريحات وزارة التربية والتعليم. يا ترى انت من وجهة نظرك، عايزك تكتب لي في الكومنتس تحت، هل انت موافق على الغاء نظام الاوبن بوك، وهل ده يعتبر تراجع من وزير التربية والتعليم عن القرار الرسمي اللي هو كان خده ان الامتحانات هتبقى اوبن بوك ونظام الكتاب المفتوح، ولا انت شايفه ده قرار صائب وهيخلي الطلاب ترجع مرة تاني ان هي تذاكر وما تعتمدش على ان هي كانت بتكتب معلومات في الكتاب المدرسي. بالتوفيق للجميع يا رب. دايما ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان تتابع معايا كل الأخبار لحظة بلحظة.